من جديد مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من العاصمة التاريخية لتركيا اسطنبول. هناك تقارير أعددناها لكم، مشاهدة تقريرها قصة أحمد، قصة مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بات سيناريو الكوارث الإنسانية في مدينة حلب معروفا للجميع. صوت البرميل يخترق الهواء، غبار يملأ الحناجر التي تصرخ رعبا وألما، يتلوها عنين سيارات الإطفاء والإسعاف. كل هذا مر به أحمد ذي 14 ربيعا قبل أن يصل إلى سريره هذا. كنا واقفين ما حسينا رأسا، صوت نزل، انفجر شي طرا شي ما بعرف صار هون. وقت الأغمى علي ما حسيت أنا، لكن واقف بعد الصوت مباشرة أغمى علي. بعد الثانية بدي أزرع قنية، لسه هاي القرنية ما قالوا لنا عليها عساس تبعت ما يسووا العملية هاي، وهاي كل ما عم سووا لنا هاي كل ما صار، كل ما نروح على شهرين وعلى ثلاثة طول النهار بقضي ملل وملل. بس احنا نساوي، ما بدنا نصبر. بين وعود الأطباء التي صارت تحكم حياة العائلة، يسافر والده مصطحبا أحمد إلى المشافي التركية، إلى أن أصابه العجز وعاد إلى بيته المعرض للقصف من جديد دون أن يملك خيارا للهروب من واقعه. الحمد لله، الله آخر شيء جينا زتونا لست شهور، قالوا لبعد ست شهور، قلنا له مشان عينه قال بدي تجميلية 1200 دولار ونحن أجار طريق ما معنا. رجعت مرة تانية على محل القصف وعلى محل على ستان قصر أو على البداية، رجعت مرة تانية لأنه نعم. شلون ليش؟ أتبين هروبي حالي، وين داروب؟ أنا ابني متصوب ومصاري ما معي، وين هروب؟ لم تنتهي معاناة أحمد الذي أخرج من تحت هذا الركام فاقدا بصره وعاجزا عن المشي، كالعديد من الأطفال الحلبيين الذين لم يرحمهم القصف العشوائي هنا، تتلقفهم المشافي واحدا تلو الآخر دون أن يزول سبب المعاناة. وائل عادل، الغد العربي، حلب. الآن رغم كل هذا الألم الذي نشاهده في حالة أو شاهدناه في حالة